السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسلم إدارة الجلسة لأستاذ أحمد داود. مرحبا أستاذ أحمد داود. هلا بك أستاذ علاء الدين. إن شاء الله إحنا هنتكلم عن المنصات السودانية اللي كانت مبذولة من جهود بعض الشباب المثابر جدا جدا، وصراحة أبدع عمل خلق يعني بالأفكار حتى بالإمكانيات البسيطة جدا، خلق أفكار بساعدت في تنمية المجتمع السوداني وفي تطوير الجميع السوداني إن شاء الله. إحنا هنتناقش في يعني جبنا سامبل من كل يعني آلية بتاعت تبادل المعرفة عن طريق التكنولوجيا. يعني جبنا مثلا نموذج من مثال لمدرسة ديستانس ليرنينج تعليم على البعد، وجبنا عن شانل في اليوتيوب، وجبنا ويب ليرنينج مانجمنت سيستم ابلكيشن ويب سايت، يعني من اي حتة اخترنا زول عشان يجي يمثل لنا الرؤية بتاعت يعني يدينا فيو كبير كده حول المنصات الآن في السودان. هتبدأ معانا أستاذة عليا، هي على المدرسة. أستاذة عليا معانا، أنا عملت لك طلب أست ممكن تعمل لنفسك أميوت. أوكي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك؟ الحمد لله. أيوه، احنا استاذ علياء، انا هديك نبذه عنها بسيطه جدا. هي اسمها شنو؟ مدرسه نبراس في السعوديه، اول مدرسه من السعوديه عمل ديستنس ليرن من السعوديه. طلبه السودانيين، الجاليه السودانيه قاعده في السعوديه تدرس المنهج السوداني في السعوديه، وكانت من المبادرين. واحتمال بدات مع جائحه كورونا تزاد على القبول، يعني قبل كورونا كان عندهم اكتيفيتي كثيره جدا، وزي ما بقولوا هي هتديني تفاصيل عنها اكثر. وتفضل علي المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع. مرحبا أستاذ أحمد، أستاذ علاء الدين، مشكورين على جهودكم. طبعا اللي هي نحن هنا موجودين في المملكة العربية السعودية، أنا اللي هي معلمة لغة إنجليزية للمرحلة الثانوية، اللي هي كنا متواجدين وبرضو اللي هو كسكرتير اجتماعي لتجمع المعلمين السودانيين بالرياض. فبدأت اللي هي الفكرة عندنا كان اللي هي من مبادرة اللي هي عملناها لتقوية طلاب اللي هو بتاع ثامن وثالث ثانوي في السنة الماضية. والحمد لله يعني قدرنا نحقق اللي هو هدفنا، وما شاء الله وصلنا لكل الطلاب. فيعني من هنا جاءت الفكرة إنه إحنا ممكن اللي هو نكبر النشاط بتاعنا ده ونصل لكل طلابنا حتى في السودان. يعني وحسب يعني ظروف الطلاب هنا، مرات أحيانا اللي هم الطلاب بيكون عندهم يعني مشاكل في الانضمام للمدارس وكذا. فاللي هي من هنا جاءت الفكرة، فكرة مدارس نبراس. ممكن تشير الشيء أستاذة عشان توصل للناس أيوة، ممكن تعمل لي اللي هو هوست عشان أقدر أديها كو. أنا حديك كو يا نايلة من هنا، أو أنت عندك اللي هو أستاذ أحمد بالنسبة للملف معاه. أنا أدينا كو. أوكي ناو. أوكي ثانك يو. طيب طبعا اللي هي قلنا زي ما قلنا بالنسبة للفكرة، انطلقت اللي هي فكرة مدارس نبراس، انطلقت من حاجة طلابنا اللي هم السودانيين خارج السودان واللي هم الغير قادرين على الانضمام للمدارس الحكومية في البلدان اللي بيكونوا متواجدين فيها، يعني لعدة أسباب. مثلا أحيانا بيكون في مشاكل، أو مثلا بيكون الأهل أو اللي هم أولياء الأمور متواجدين بصفة مؤقتة، واللي هي ظروف البلد بتقول إلا الطالب يكون مقيم مثلا حتى يقدر ينضم
منظمه للمدارس الحكوميه الموجوده، فكده بيكون عندنا مجموعه من الطلاب بيكونوا خارج المنظومه التعليميه. فنحن حاولنا من خلال اللي هي المبادره بتاعتنا دي انه نخلي كل الطلاب سواء كانوا موجودين مؤقت او في اي مشاكل بتواجههم في الانضمام او الالتحاق بالمدارس، انه هم يعني يلقوا فرصه للي هو الدراسه ويدرسوا نفس المنهج اللي كان اللي هو اول بيدرسوه في السودان. البرزنتيشن بتاع اوكي ايوه. فبرضو عندنا قلنا بالنسبه لجائحه كورونا طبعا هي اظهرت الحاجه للتعليم اللي عن بعد، قلنا اللي هي طبعا ده بالنسبه للعالم كله، لان احنا طبعا بدانا ولما انطلقنا كنا متواجدين في المملكه العربيه السعوديه، فاللي هي ظروف الكورونا ولحد الان كل المدارس اللي هي بتشتغل اونلاين، ما في اي مدارس فاتحه حاليا، اللي هي كل المدارس بتشتغل عن بعد كل المراحل، يعني ما في اي مدارس شغاله مباشر. فدي هنا برضو كانت اللي هي واحدة من الحاجات اللي هي ألهمتنا، وإنه إحنا ما نحرم يعني طلابنا من الفرصة بالالتحاق بالمنصات التعليمية وإنه يكون عندهم فرصة. زائد إنه مثلا برضو فكرنا ننقل التجربة للسودان، ولو إنها يا ريت بتمتد، لأنه يعني بالنسبة للسودان اللي هي يعني الظروف الاقتصادية اللي بمر بها البلد من نقص مثلا يعني مشاكل اللي هي النقل وكل المشاكل اللي بمر بها الاقتصاد في السودان، فبيعتبر هنا التعليم عن بعد بحل المشكله دي، يعني بالنسبه لاولياء الامور سواء او بالنسبه للطلاب او بالنسبه حتى للدوله يعني. فالناس اذا فكرت يعني بتلقى بالنسبه للتعليم عن بعد هو افضل خيار، او اللي هو يعني خيار استراتيجي ممكن نقدر نقول. طيب قلنا اللي هي بالنسبة لي يعني كطلاب إذا كنا عايزين نتكلم عن التعليم عن بعد كخيار أفضل بالنسبة لهم، قلنا طبعا أول شيء طبعا اللي هو حيوفر لهم بيئة آمنة، يعني ما في أفضل بيئة الآن في الظروف اللي هي في ظروف جائحة كورونا، ما في أفضل من البيت للطالب إنه يكون موجود محافظين على سلامته، محافظ على كل اللي هي بالنسبة يعني معه كل الاحترازات الصحية ومعه كل اللي هي الحاجات إنه يقدر يواصل دراسته بشكل اللي هو آمن من ناحية صحية، وثانيا يعني مريح اللي هو لو يعني فرضنا إنه المدرسة تعب ولما يقع في الترحيل ولما يصل مرات يعني حتى يصل اللي هو المدرسة بيكون منهك ويرجع منها بيكون خلاص، فلكن لما يكون هو موجود داخل البيت ده بيكون أفضل له، يعني أفضل خيار بالنسبة للطالب. عندنا برضو بالنسبة للطلاب يعني بالنسبة للتعليم عن بعد اللي هي نحن بنوفره اللي هو من خلال المدرسة أو من خلال يعني اتباعنا لكل الأنظمة اللي هي في مجال التعليم عن بعد، إنه اللي هو حيوفر لهم أساليب جديدة يعني بالنسبة للأساليب التفاعلية، زي ما اللي هي تفضلت أستاذة أماني إنه اللي هو بالنسبة للمنصة التعليمية أو النظام اللي هو الإي ليرنينج ده بيوفر لنا يعني كل الامتيازات بتاعة الفصل المباشر، زائد بدي حاجات إضافية يعني حتى بالنسبة للاختبارات بتكون بشكل يعني مثلا يعني بالنسبة للطلاب ديل بالذات بتاعين المدارس والجيل الجديد ده اللي هو بتجذبه اللي هو التكنولوجيا، هو أصلا كده كده يعني الطفل أو الطالب ده بيكون مرتبط بالهاتف المحمول بتاعه أو باللابتوب أو كده، فإحنا بنوفر له اللي هو من خلال عناصر الجذب دي أو التفاعل الجديد دي إنه يعني بنضمن إنه هو يكون مستمتع بالدراسة. برضو عندنا اللي هي بالنسبة إذا شفنا من ناحية أولياء الأمور برضو قلنا بيكون خيار أفضل لهم، يعني حيوفر منصرفات المدرسة بدل مثلا يعني لبس وأدوات وشنط ويعني منصرفات ما عندها أول ما عندها آخر، زائد مصاريف ترحيل، ودي كلها بتتوفر من خلال إنه الطالب لما يكون موجود داخل البيت اللي هو إحنا بنوفر الحاجات دي كلها كنحن كأولياء أمور. وطبعا نحن بنساهم في الحتة دي، بنحاول يعني نظرنا للحتة دي إنها بتناسب معظم أولياء الأمور يعني أو اللي هم الناس بيكونوا بيفضلوا هذا النظام. برضو قلنا بالنسبة للدولة يعني لو شفنا في السودان كده إنه مثلا حسبنا المصاريف أو المنصرفات لو بس الديزل ده بس أو البنزين أو المحروقات اللي هي بتصرف على النقل وعلى الترحيل وعلى دي وكده، ممكن الدولة توفرها وتصلح لنا بقى الكهرباء،
تصلح لنا بقى خدمات الانترنت، يعني تصلح لنا بقى عدة خدمات اللي احنا بنشكي منها في اللي هو في مجال التعليم اللي هو الاونلاين. يعني دائما السودان بيشكو طبعا من انه مثلا وين الكهرباء، وين الشبكه، وين كده كده. فدي كلها لما الناس اللي هي توفر والطلاب يكونوا موجودين في البيوت، اللي هي الدوله بتقدر توفر، هيكون عندها فائض، هتقدر تحسن لنا من اداء الخدمات ومن الحاجات دي كلها. نجي نشوف الحاجه الثانيه مثلا اللي هي بالنسبه لل بالنسبه لي اللي هي برضو نحن طبعا يعني لما نجي نطرح طرح زي ده اكيد واضعين في كل حساباتنا المشاكل الموجوده اللي هي في السودان. يعني نحن الان هنا صح كموجودين في المملكه العربيه السعوديه، لكن نحن بنخدم الطلاب وهدفنا نصل لكل طالب سوداني سواء في السودان سواء موجود في اي مكان، ان احنا بنحاول نصل له حسب ظروفه وحسب امكانياته. فده هنا يعني ما بيعني ان احنا مثلا، يعني في ناس بيقول لنا لا الموضوع ده في السودان بعيد المنال او مستحيل، لا بنقول لهم لا احنا برضو بننظر وبنعمل دراسات وبنشارك في ندوات وفي يعني في اي حاجه بنقدر، وبنتواصل مع جهات على اساس انه نقدر نوصل لها الفهم ده ونوصل لهم الفكره دي انه يعني شنو المشاكل وشنو الحلول اللي ممكن نلقاها عشان الطالب ده سواء في السودان في ان شاء الله في اقاصي اي قريه في السودان يقدر يصل ويكون معانا. فطبعا هي قلنا زي ما اللي هي المشاكل المعهوده اللي هي عندنا بالنسبه لل اللي هي مشاكل الكهرباء. ففي الحاله دي قلنا شنو اللي هي الدوله طبعا يعني مثلا الان لما يكون لما الناس تقتنع، يعني احنا الان بنواجه صعوبه في انه كيف نقنع الشعب السوداني اللي هو اولياء سواء كانوا اولياء امور بالذات اولياء الامور انه يا اخواننا الاي ليرنينج او التعليم اللي عن بعد ده الان هو الخيار الافضل في الظرف ده. يعني انت يفترض كولي امر انت براك تقدم على هذا الاختيار، ما عشان حاجه، ما عشان احنا مثلا كجهه دارين نشتغل او لا، لانه احنا بننظر لكل اللي هي الابعاد اللي ممكن تكون حاصله من ناحيه صحيه وغيره وكله وناحيه اقتصاديه وكله. فمن ناحيه الكهرباء يعني مثلا ليه ما اسك الان فعلا احنا كنا في منتدى وفي ندوه انه يعني ليه الناس مثلا بتقول بيجوا لما في الاي ليرنينج بيقولوا لا الكهرباء وين نلقى الكهرباء؟ طيب ما في المباشر ده نفسه اللي هو قلنا بالنسبه اللي هو بالنسبه للتعليم المباشر برضه بيحتاج كهرباء، الفصول دايره مكيفات، دايره الطالب نفسه عشان يدرس محتاجه لاضاءه، الطالب لما يكون في يمشي البيت بيحتاج لمنصرفات، فدي كلها. لكن بس الناس لما تجي في موضوع التعليم عن بعد بيقولوا لا الكهرباء لا، فهي الكهرباء دي ما هي حاجه اساسا سواء كان مباشر او اونلاين. نجي بالنسبه اللي هي المشكله الثانيه من ناحيه ده، فهنا احنا بندعو الناس والان بنعمل في يعني قدر ما نقدر في اي منصه نلقاها بنحاول ندعو الناس انه يا اخواننا والله لو نمشي نتكلم عن الكهرباء يا اخواننا وفروا لنا، بس لو سمحتوا مثلا ما تقطعوا الكهرباء دي مواعيد الدوام المدرسي اللي هو ممكن يكون اونلاين ممكن يكون مباشر. فيعني ان شاء الله هو صوتنا يصل، بنتمنى صوتنا يصل اللي هي وزاره الكهرباء او شؤون الكهرباء هناك في السودان. وحتى من ناحيه اللي هو ضعف شبكات الاتصال، طبعا دائما اول سؤال بيجينا واول مشكله احنا قاعد نواجهها كمنصه انه احنا دارين نشتغل في المجال ده انه بيقول لنا الشبكه وين نلقى الشبكه، في حين انه ان احنا ما بنلقى ما بتلقى ليه ما في يعني طالب سوداني او في المرحله دي او في سواء اي او حتى ممكن يدخلوا طبعا باللي هو السمارت فون حقت اهاليهم. يعني ما ضروري انا اوفر لي لابتوب ولا حاجه، احنا بنتبع انظمه ممكن انت تطبيقات تشغلها بالهاتف اللي هو الهاتف الذكي بتاعك ده، وكل الطلاب يعني موجودين في المنصات الثانية في أي حاجة موجودين، فليه ما يكون موجود ويدخل مثلا في الزمن ده يستفيد ويدرس خلال هذا الزمن. وزايد برضو بنعمل تواصل مع الجهات اللي هي شبكات الاتصال وكده، وما عندهم مانع على فكرة. يعني هي الآن شبكات زي زين زي MTN زي كل الشبكات الموجودة في السودان ما عندها مانع إنه إذا الناس توجهت في المجال ده وصار في نوع من الطلب أكيد هم حيحسنوا الخدمات، حيقدموا بطاقات اللي هي بطاقات مثلا توفير او حاجات للطلاب، بطاقات اللي هي حتى هنا في معمول بها يعني اللي هي الخدمات الطالب خدمات مخفضه، يعني كل شيء بيحصل، ما في حاجه صعبه، بس شنو الناس كيف اللي هي تكون مقدمه ومقتنعه بالفكره.
نجي بالنسبه داخل اللي هي كمدارس نبراس نفسها في حد ذاتها، كيف نحن بعد يعني المعالجات وبعد محاربتنا في اللي هو في الساحات الاماميه زي ما نقول عشان الناس تقتنع بالفكره كخيار استراتيجي، نجي نشوف احنا شغلنا بيكون شنو داخل المدرسه. يعني احنا الان المدرسه الاونلاين دي ككائن غريب كده غايته جاي، بنحاول مثلا شنو انه كيف بنشتغل كيف احنا داخلها. فاول حاجه احنا بنحرص وحريصين جدا على الاستفاده من كل التطورات التكنولوجيه في مجال التعليم الالكتروني، واننا نوفر منصه تفاعليه زي ما شاء الله هسي الشغل بتاع استاذ امان والباشمهندس الله يديمه الصحه والعافيه. فنحن تعاوننا مع منصات قبل كده، والان ممكن برضه ندخل معاهم في تعاون وفي اي حاجه احنا نقدر نعملها بحيث انه اللي هو نقدم للطالب ده افضل خدمه تكون يعني موجوده من خلال اللي هي الحصص النظام، يعني نظام اي ليرنينج، ما يكون فقط مجرد يعني شغل كده بس بتاع اللي هي شغل عشوائي زي ما نقول. هنا طبعا اللي هي زي ما توضحت الان ما شاء الله شفت الكلام اللي قالته استاذ امان قبل شويه ده فسر لنا كل ما يحدث داخل نبراس، يعني بالضبط كده وضح لنا شو كيف بيكون نظام التقييم، كيف نظام الاختبارات، كيف نظام حضور الحصص، كيف نظام الواجبات، ده كله ما شاء الله. فهنا احنا من خلال المنصات المتوفره دي واللي هنختار منها الافضل ان شاء الله نقدمها، بنقدر نعمل اللي هو نقدم كل الخدمات للطالب ونخليه يستفيد من كل التطورات التكنولوجيه بحيث نربطه ويكون كانه موجود في فصل دراسي حقيقي وافضل كمان، لانه في هنا عندنا ميزات اضافيه طبعا ما شاء الله زي الشغل اللي تقدم ده، ففي حاجات بتكون اضافيه. طيب في عندنا حاجه ثانيه مهمه شديد احنا اوكي في حاجه بنراعي لها اثناء احنا مثلا عشان نحفز الطالب ده، لانه عندنا من كل الاعمار، احنا عندنا من اولى اساس ومرات حتى رياض اطفال انه حيكونوا موجودين، يعني بنحاول ما نخليهم في جو كده بساعه مثلا يعني هو زي ناس نظام الجامعات وكده، لا بنحاول ندخل حاجات كده بحيث انه نحسس الطالب انه هو فعلا في مدرسه. بيدخل من مثلا قبل الدوام المدرسي بنعمل قبل مثلا الحصه مواعيد الحصه بربع ساعه او 10 دقائق بنعمل تحيه للعالم، بنعمل تنبيه للطالب انه مواعيد الدوام كده يعني زي الجرس، لما نيجي وقت الفسحه بنرسل له رساله انه الان وقت الفسحه تيك يور تايم اعمل الحاجه اللي انت دايرها، ويعني بنحاول وبيكون في حاجات تحفيزيه كثير احنا بنرسلها، يعني بنرسل له مثلا مثلا يعني ممكن نوجه اي رسائل انت ما بتقدر كنت توجهها لما كنت في المباشر بتقدر توجهها الان بشكل جميل وبشكل رائع وبشكل محفز للطالب. فده كل حاجاتنا وكله يعني احنا بنتقبل كل يوم الافكار الجديده وكل يوم بنحاول نطور في الشغل ده على اساس انه يعني نقدم افضل حاجه للطالب والطالب يكون مرتاح. يعني احنا عندنا في طلاب والله يعني بعد مشوا معانا فتره فبيقولوا خلاص انا ما عايز مباشر لانه اونلاين. فشنو برضو عندنا حاجه يعني ما شاء الله ان احنا من خلال خبرتنا وتواجدنا في كل الـ يعني الاماكن ومع نخبه من الاساتذه ما شاء الله من التجمع المعلمين سواء هنا في الرياض وبتواصلنا وكذا، يعني الحمد لله والذول مع الخبره وكذا، فشنو حريصين سبحان الله كنا مستعدين. انا كمعلمه لغه انجليزيه قبل جائحه كورونا دي كنت مستعده تماما بمنهج مخصص منهج تفاعلي، يعني كنت والله بعمل للطلاب في منصه كده اسمها ادمودو كنت برسل بها للطلاب. يعني باشمهندسة دائما بنعمل لهم شنو اللي هو لانه احنا طبعا في مشكله اللي هو التعليم الاونلاين ده بنفتقد في حاجه كبيره جدا في السودان اللي هو المنهج التفاعلي او المنهج اللي بيقدر يعني ينجح في المجال ده، يعني مناهجنا بصراحه فيها شويه ده في قصور كثير. ايوه خلاص ايوه دي اخر فقره. فنحن برضو حريصين انه نقدم مناهج تفاعليه وملخصات بتتقدم مرات بطرق جميله ولاول مره بتحفز الطلاب انهم يبدعوا ويتفوقوا من ناحيه اكاديميه. وبارك الله فيكم، واذا في اي سؤال او حاجه جاهزين. الله يديكم الصحه والعافيه. جزاك الله خير ان شاء الله. مجهود جبار صراحه. واحنا بنقول دائما يا جماعه احنا اخواننا السودانيين الخارج السودان هم يعني احنا نعتبرهم صراحه في مشاكل هنا في السودانيين، دائما عندنا مشكله كبيره. انا اتكلم بكل صراحه شفافيه. الناس في السودان هنا بيشوفوا برا السودان مرتاحين وما قاعدين في المشكله، ولكن يده في النار ما زي يده في المويه. فقدر الامكان اي حل بيجي من الناس برا السودان بيكون في رفض له، رفض تام، حتى لو ما قال بصريح العباره بيكون في رفض داخلي. انا من هنا بطلب من جميع الاخوان في السودان وخارج السودان
عارفة إحنا همنا واحد، مشكلة السودان دي نحلها. كان الزور الحلال جوا السودان أو برا السودان إن شاء الله ما سوداني، لو حلينا مشكلتنا إحنا نحل مشكلتنا. فنسيب المواضيع الجانبية فنركز في القضايا الأساسية. ومجهود عظيم جدا يا أستاذة، وبجد يعني نتمنى يعني كل المدارس وكل مش بس على نطاق السعودية، على نطاق السودان، كل الدول العالم أولادنا في السودانيين قاعدين في الدول خارج السودان يستطيعوا أن يتعلموا بالمنهج السوداني، ويستطيعوا أن يمتحنوا في سوداننا. وجزاك الله خير إن شاء الله، جزاك الله خير إن شاء الله. الله يديك الصحة والعافية، مشكور. بعد شوية بعد في منصتنا الثانية نعرضهم نموذجين مختلفات من نموذجك، ولو في استفسار إن شاء الله بنديك فرصة. تمام إن شاء الله. الله يديك العافية. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. في الدكتورة الله يعافيك. أنا بسأل الأستاذة عن كونه، هل المدرسة دي الأونلاين معتمدة من الوزارة؟ لأنه بعدين الطالب بتلاقيه إشكالية، أول الأمر بتلاقيه إشكالية في إنه واخد أوراقه بتاعت ابنه أو بنته ورايح على السودان، المفترض تتوثق. لو ما معتمدة ما حتتوثق، يبقى كده الطالب ضيع زمنه وبتلاقيه إشكالات كثيرة جدا. فأنا حاب أعرف الحتة دي، هل هو في لينك بينه وبين الوزارة؟ في هل المدرسة مصدقة رسميا بورق رسمي من الوزارة أم لا؟ لأنه القضية ما قضية إني أنا فقط أواصل العملية التعليمية، إنما أنا في النهاية عاوز لي الشهادة حتكون معتمدة، فيبقى التسجيل التجاري مهم جدا. فأنا أتمنى إنه، لأنه أنا عندنا بنتسم وجانا مشكلة، فحابة تدرس المنهج السوداني لكن بفهم ما ثاني. فأتمنى ترد لي رد يكون شافي ووافي. شكرا جزيلا. أيوة نعم أستاذ. مرحبتين بك أستاذة. نحن طبعا هي زي ما قلنا بدينا بشغل كان يعني اللي هو مبادرة كده وشغل خيري ومجاني يعني بالمعنى الواضح، وفعلا همنا واحد إنه إحنا، وحتى لو أنتم ما تتخيلوا إن إحنا هنا مثلا في السعودية أو كده يعني خلاص ما جايبين، لا بالعكس والله بنشتغل كنا ليل ونهار على أساس لحد ما طلابنا دين ما شاء الله امتحنوا كده. فالآن لما فعلا انطلقت التجربة من هنا فجينا قلنا لازم الكلام ده يكون موثق، وعلى قولك لازم يكون شنو مرخص من وزارة التربية، ونكون نحن تابعين لوزارة التربية في السودان. فنحن الحمد لله يعني بمفاوضات وشغالين على قدم وساق إنه اللي هو تنال اللي هي مدارس نبرات أول ترخيص لمدرسة سودانية اللي هي عن بعد إدارتها، وإن شاء الله اللي هي في السودان تابعة لوزارة التربية وخاضعة لكل الإشراف التربوي اللي هو لوزارة التربية في السودان، ولكل المقاييس اللي هي بتضعها وزارة التربية. ونحن سعيدين جدا إنه نفتخر إن شاء الله، وحنفتخر ونقيف مع بعض كلنا إنه يعني فعلا قدرنا ننتزع من وزارة التربية اللي هي إنه، لأنه هي ذات نفسها بتقول لا كيف يعني الأونلاين ده حيتم كيف، إذا كان هي الوزارة هناك نفسهم يعني في يعني يعني جدل كبير الآن دائر، كيف الناس ذي منو دجا قال داير يعمل مدرسة عن بعد كده، وأنا أول مرة يعني إنه يكون عندي اللي هي الجرأة إنه أقول بس هي تكون عن بعد، ما عايزينها تكون مثلا أنا ما عندي طموح إنه أو ولا حتى عندي مدرسة مباشرة في البداية. فهي من بدأت أونلاين، وحنستمر أونلاين، وحنكون إن شاء الله اللي هي قدر المسؤولية وقدر إنه أيوة اللي هو نثبت إنه التعليم عن بعد حيكون موازي للتعليم المباشر في السودان. رفيق في الدرب رفيق، مش بس في الأزمات، لا ده حيكون نمط خلاص ثاني ثابت إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب يا أستاذة، هل الترخيص بعد ما يحطوك اليوم بيكون بأثر رجعي؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، انتوا المفترض تكون اونلاين، لانه هنا في المملكة في لائحة او في قانون بيمنع تواجد مدرسة عربية مع مدارس موجودة الا اذا عربية، فعشان كده لازم تكون الموضوع ده في كده الشيء اللي بيتلاقى معاكم فعلا اونلاين. لكن هل تدعيم من دولتك بأثر رجعي؟ سأنه درس عندك طالب سنة وللحين ما طلع لك الترخيص وبقى رايح نادر السودان. لا هو احنا الآن طبعا احنا لسه ما بدأنا، دي كانت كتجربة اللي هي بدأت قلنا في اللي هي مبادرة، وبدأنا كتجربة كده بدأت كان يوم اللي هي 22
نعم. في البداية السابقة حقت اللي هي كان اللي هي بالنسبة لموعد المحدد من الوزارة، لكن الآن نحن هنبدأ لسه يعني لسه، فلما الواحد يستلم الترخيص بالضبط كده، والوزارة الآن وعدتنا وخلاص يعني الحمد لله إنه الأمور ماشية معانا في شكل اللي هو يعني زي ما نقول، لأن نحن مقدمين كل التجربة موجودة وكل الحاجات نحن جاهزين لها. فعلى قولك فعلا واحدة من المشاكل اللي احنا واحنا ليه الآن مصرين على الأونلاين ده، إنه لأنه هنا فعلا الآن في مشاكل هنا، فأنا ما أقدر أو أكون متواجدة اللي هي تبع وزارة التربية السعودية هنا في السعودية، وما أقدر اللي هو أدرس الطلاب، فلازم وزارة التربية الآن أمام عندها خيار. فإن شاء الله بإذن الله يعني كل الأمور ماشية تمام، وحنعلن قريبا بإذن الله اللي هي ترخيص مدارس دبراس كأول مدرسة سودانية عن بعد اللي هي أونلاين تكون شغالة، واللي هي تتيح لكل الطلاب من كل أنحاء العالم، يعني ما بس السعودية. نحن دي ما المشكلة، ما بنتكلم عن السعودية بس، نتكلم عن كل أنحاء العالم. فده هو شغل يعني ما سهل ولا بيتم بالسهولة دي، لكن الحمد لله نحن جاهزين وكل التجربة موجودة، وإن شاء الله نكون قدر المسؤولية بإذن الله. إن شاء الله أستاذ عليا، ومجهود جبار في السعودية، ونشكر يعني راحة دورك يعني كبير جدا يعني، فجد يعني إحنا هنقوم ننتقل تفضل أستاذ عليا. أنا كنت داير مداخلات تكون بعد الثلاثة جهات تقدم. أستاذ عليا طوالي تقوم تحجز دكتور نايل عند طالبتين في السعودية. طيب سبحان الله، سنة 2007 عند مؤتمر أنا كنت قدمت ورقة ثلاثة عشان كده بقول ثلاثة عشان فيها جامعات أونلاين. سنة 2007 نتكلم عن قبل 13 عام، جامعات الجزيرة عاوزة تصاديق عشان تشتغل، وبدأت بالمناسبة الجامعة العربية المفتوحة في هنا توكيل لها سنة 2006، بدأت ثاني جامعات، لكن كلها جاء إحباط للتعنت في التوثيق وإجازة الشهادات. قبل شوية كان في مهندس معانا حس الآن شغال في الخليج، قال هو كان في السودان هنا تقريبا وعمل تعليم عن بعد في الجامعة في أمريكا وأوروبا، بعد ذاك مش يشتغل في الخليج. يعني نحن مشكلتنا من 2007 حتى في المؤتمر أنا كنت أول محاضرة قدمتها في المجلس الأفريقي، المركز الأفريقي معليش في العمارات هنا، تحدثت فيها عن المشكلة الجزئية بتاعت اعتماد الشهادات وتوثيق الشهادات، حتى لو أنا وضعت شروط ومعايير بتاع الجودة وغيرها من الأشياء، لكن بعد ذاك أنا لازم اعتمد حتى لو في الدراسات النظرية، حتى لو أدخلت التعليم الإلكتروني مزيج مع التعليم التقليدي وداعم له عشان وقت الكوارث نحن نقدر نفعل زي العالم كله فعل وقت الكوارث التعليم الإلكتروني، وشفنا البلاك بورد مفتوح ومجاني في السعودية للجامعات السعودية، الحكومة السعودية اشترت التوكيل وفتحته للجامعات السعودية، شفنا العراقيين مع إن إمكانياتهم بسيطة الفترة الفاتت أدخلوا للموقع بتاعهم بتاع التعليم الإلكتروني، تلاحظوا إنه الناس اللي اشتغلوا الفترة بتاعت الكورونا بتعليم يسموه التعليم المزيج، التعليم المزيج بيدمج بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، يعني بدل الطالب يجي 5 أيام يجي يومين، والمصريين عندهم محاولة من دي أفكار كثيرة، لكن دائما البعض يحدثنا تعليم إلكتروني شنو كهرباء ما في مو، يعني أنت هتقعد وتنتظر، ما أنت لازم تبدأ يا هذه محاولة اللي إحنا بديناه وأستاذ أحمد داود وغيره، ما ننتظر يعني. بالتوفيق إن شاء الله للأستاذ عليا. شكرا أستاذ. طبعا مناسبة عن أستاذ الدين ده يعني بيقولوا كل المقاتل للتعليم الالكتروني من قبل جائحة كورونا بسنين، يعني من 2007 مقاتل للتعليم الالكتروني، فالناس حسيت كلها توجهت للتعليم الالكتروني للجائحة. لكن دكتور استاذ علاء دي قال رؤية اصلا التعليم الالكتروني هو الحل اصلا قبل الجائحة اصلا، فاحنا برضه بنشكر قلنا جدا المجهود بالذات الهيستوري ده بدي ان التطلع الفيو بتاعه كان مستقبلي للتلافي جائحة او مش الجوائح فقط المرضية او الوباءات، احنا نتكلم برضو عن الجائحة السياسية، الجائحة الاقتصادية، الجائحة كل أنواع التعليم الإلكتروني هو حل جذري تماما لها. فاحنا ندي فرصة تانية لمنصة تانية، يعني احنا كل مرة نغير المنصات الاخترناها الثلاثة مختلفات تماما من بعض عشان ده ندي فيو مختلف من البعض تمام. فندي فرصة للباشمهندس عادل سعيد
فكانت هي الفرصة لبشمهندس ميت يعتذر يقدم بدله زميله بشمهندس عادل. تفضل يا عادل. سوري عملتك ميوت، معلش معلش عملتك ميوت، معلش تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا إن شاء الله المفروض أفراد كان يقدم أستاذ مؤيد اللي هو المدير التنفيذي للمنصة.